بنا إلى مسك الختام من سيد الكلام من ذكر المولى العليم العلام من منذر أم القرى ومن حولها ومنذر يوم الجمع لا ريب فيه القرآن الكريم ومن شيخنا أبو عزب لشيخنا رجب فيبدو أن الليلة أطعم من الرطب وأحلى من العنب سمعنا لقرآن عجب فلسوف نستمع لقرآن عجب أسمر اللون أبيض الصوت طيب القلب شيخنا رجب طنطاوي العلم الإذاعي الكبير يتفضل مشهورا. إنه لقرآن كريم
الصداد. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كن خير خلف لخير سلف. مال ايه؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم.
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
أقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. تكريم لستي عايزين يعني ما شاء الله من اول ما بدات والعزه ما شاء الله ربنا يخليك ما شاء الله يا سيدنا الشيخ رجع يخليك يا شيخ القران ده كله هناك بخاز القبر منور حاسينها والله يا شيخ رجع سبح اسم ربك الاعلى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف لا
والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب ولا ريب فيه. هدى إلى روح الراحلة الكريمة وجميع موتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وبحق ما بها من أسرار، وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار، اغفر لوالدتنا الكريمة الراحلة ولزوجها الراحل ذنوبهما والأوزار، وشفع فيهما النبي المختار، واجعلهما من الناجين من عذابك ومن النار، وابعثهما يوم القيامة مع الأبرار، واجعل لهما في الجنة مستقرا وقرار، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. ختمت ليلتنا القرآنية بتلاوة الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ رجب محمود طنطاوي، علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالسلمانية قليوبية، باسم أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، أستاذ القانون ورئيس جامعة حلوان نجم الراحلة الكريمة، وباسم إخوته الحاج سلامة عبد الكريم والحاج السيد عبد الكريم، وباسم حفيد الراحلة الكريمة المحبوب لدى أهل القرآن بكل مكان الشيخ أحمد شاور، وأيضاً باسم الأستاذ الدكتور محمد معبد بجامعة الأزهر، وباسم الحاج شكري عبد المنعم دراج، والسيد المستشار إسلام أحمد عبد الكريم المستشار بمجلس الدولة، والمهندس عادل أحمد عبد الكريم، أشكر لحضراتكم جميعاً. الشكر الجزيل لمدير عام إذاعة القرآن الكريم، قلبي بقلبه قد ائتلف وبالحب للحب قد انعرف، أستاذنا الكريم الأستاذ إبراهيم خلف مدير إذاعة القرآن الكريم، والذي شرفنا تلبية لمحبة أهل هذا البلد الطيب أهله ولحبه للشيخ أحمد شاور. شكراً للحاج السيد بنين الفراشة والإنارة، شكراً لمهندس الصوت الأول بالجمهورية محمد الشربجي،
شكرا لمقدمي واجب الضيافة أبو فيه الهدى والنور محمود صابر، ومخرجنا الليلة مخرج الإبداع أحمد الجعبري. كان معكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.